سنان أنضف من سنانك. الأنتيروبارت
part of female Enterobius vermicularis, ενταμένια δυνατά double valved esophagus. Η μύρ σύστοδομα έτσι τις τις. Εμείνει العدد وليس وليس الارrangement. العدد المنزوناي many تις تις. Many, 6-9. ايه تاني؟ يظل من الأضل segments. 3 segments. أسهل من بعض. مفهومش مشكلة. كده يبقى احنا خلصنا الأضلت الإكس. أصعب 2 إكس في الامتحان ها؟ فشولة زي في مصر يملاها تم. الفرق الوحيد الأكيد سايز. الفشولة مفشولة. الفشولة مفشولة. أقول لك أنا أهو. ازاي مش شايفني؟ دي ليه تم نصها؟ ثلاث بيضات اوفل بدون زيادات، اوفل بحق ربنا، فشيوله، ودي ليه تم؟ والثالثه اسمها؟ ثلاث بيضات اوفل بدون زيادات، اوفل بحق ربنا، فشيوله، ودي ليه تم؟ والثالثه اسمها؟ التراكولس يا ابني فيها ايدين زي الصنايدة، يعني ليها زيادات، ليها زفت. بقول لك بدون زيادات اوفر وبس. ثلاث بيضات اوفر وبس. ولا في سباين، ولا في ماميليشن، ولا في ميوكارد بلاد، ولا اسيمتريك، اوفر وبس. فشولة ودي لاتم والتالتة اسمها؟ يتروفس يتروفس. ايه ده؟ ايه؟ عايزين ايه مش فاهم يعني؟ الكلام هنقعد نقوله 100 مرة. أسهلهم الهيتروفس. الهيتروفس إكس تبقى كتيرة وصغيرة سيسم لايك عاملة زي السمسم. قلت لك مشكلتك مع التشيولة وزي في البصيرة. الباقيين سهلين. الإكس دي صغيرة لازم تمسك الفايل. لو لقيت ماميليشن اسكيرس لقيتها مدوره سفيريكال وتو سيركلز كلوز تو ايتش اذر دايره جواها دايره تبقى تينيا. لقيت سباين شوفوا تيرمينال ولا لاترال. لقيت ميكويل بلانس لقيت بليدو كونفكس يعني كل الاكس وانت ماسك الفاين تقدر تميزها بسهولة. لارفي بين اللايف سايكل لارفي السيركاريا والفشولة طارت الحمد لله خير وبركة. ويفن تيلي ماجستوزوما سيستي سيركس لو في دجر شيب بوكس تبقى سليلوزي لو ما فيش هوكس تبقى بوكس. خلي بالك من الانسيستنت ميتاسيركاريا بتاعت الهيتروفس. الفيش ماسل دي هنا ما هياش ترو ماسلز. هتلاقي حاجه هوموجينس غامقه السيست جواها دايره زي ما انت شايف. انسيستنت ميتاسيركاريا اوف هيتروفس. في سلايد بتعرف بالنيكل اي هنا مين هو؟ مين بتعرف بالنيكل اي؟ اي جات السيست ان لامب عرفتها ازاي؟ على الدي ام على السيكتنج مايكروسكوب الاقي على السلايد ثلاث شرط. اتاكد ازاي؟ ايه دليلك ان دي هاي جات السيست؟ هتلاقي الجول والسكوليسيز. طب ايه دليلك ان دي لان؟ الفيولاي الالفيولاي السبتة والالفيولاي ده عشان لو جات لك اسبي تكتب تو كاركترستيك بوينت هتقول اللي انا قلته. اداة الساند
تيجي على الكومباوند ما تفتكرهاش اج. عداد السام ده رمل وجواه هوكس، فيها هوكس جواها ما هياش اكس. ثلاثة تيشو، هيجيلك واحدة من وقت الامتحان. هيستولوجي، بص للباك جراوند، لو في اللايوه اسيناي يبقى سمول انتستين، يبقى دي ادلت ايكيوفس. فين الادلت هنا؟ اتقطعت يا اخي. انا واخد سيكشن كده اتقطعت الادلت، بس الاكس باينه سيسم لاين. لو لقيت باسترما لحمه سبيندل شيبت سيلز ارينجد ان باندلز، تبقى انسيست تراجينيلا سبايرالز لارفا ان ماسلز. لو لقيت هوموجينس فايبرز كونكتيف تيشو فايبرس تيشو، يبقى دي اونكو سيركل فولفس ان سابكوتينيس تيشوز. سهلين جدا، ده هيستولوجي تعرف. ده كده كان الهيلمنسنس اللي ليها نصيب الاسد في الامتحان. البروتوزوا هيجي لك النمط اثنين لو تفتكر. كل البروتوزوا بتيجي بعدسة اويل، بعد البرانكيديوم كولاي هتيجي بعدسة هاي باور. هي اي نعم لمسة السلايد بس حواليها خط لونه برانكيديوم بلو بلو لايت. انا بحب اقسم البروتوزوا اللي هي جايه بالعدسه اللي هي لمسه، طلعت واحده من على جنب اللي هي البراتيديوم كولاي بالهاي باور، الباقي كله بحب اقسمه اشوف الخلفيه عندي جراي ولا فايلوت ولا جراي ولا فايلوت ولا ولا بلو. ده اللي هو نو ار بي سيز. لو مفيش ار بي سيز شوف الخلفيه فايلوت يبقى سمير اور كالتشر، لو بلو يبقى موديفايد للنيرسين ستيم، لو جري يبقى بقيه الانتستاينال بروتوزوا كلهم. ما تيجي ناخد البلاد، كم سلايد في البلاد؟ ايه دليلك ان ده بلاد؟ RBCs. تحب تبص جوه ولا بره الاول؟ ها؟ ابص بره الاول. بره يعني ايه؟ بتوين الار بي سيز. عندك حاجه من اتنين، يا يعني اما تلاقي بنانه اللي هي بلازموديوم فالسيبرام جاميتوسايت، او تعبان، التعبان ده اللي هو تريبانيزوما ان بلاد. تريبانيزوما نوع ايه ما اعرفش، بلاد تريبانيزومز. ما لقيتش تعبان او موزه يبقى انت قدامك بلازموديوم فايفكس جاميتوس هايت. هتلاقي الار بي سي انلارجد على اللي حواليها وجواها جرانيولز. الجاميت جرانيولار، في جرانيولز. دي البلاد بروتوزوا اللي عندي فيها ار بي سي. طب لو لقيت حاجه فايلوت عندي كام احتمال؟ فايلوت تلاته برضو. حاجه كريسنتك ان شيب اللي هي توكسوبلازما جونديال تروفوزويد او تاكيزويد، حاجه عامله زي الصرصار ليها فلاجيلا، ترايكومونس فاجينالس تروفوزويد. والحاجة الثالثة نقط دوريات صغيرة بين الوايت بلاد سيلز اللي هي ليشمانيا امستيلود. ثلاثة بلاد، ثلاثة سبير اور كالشر، غمرانهم فايلوت، الباقي كله لونه جريت. اثنين جيارديا وثلاثة انتميبا. مين اسهل؟ اسهل سلايد في الخمسه الجري، مين هو؟ اسهل سلايد في
في خمسة مصبوغين وايرن هيماتوكسيدين. مين؟ ها؟ أنا حاسس إن الدفعة دي تانية. مش عارف يعني انتوا بتضعطوا حاجة؟ هو الترامادول اللي وصلوا له؟ مش عارف في إيه يعني أنا بقالي 500 سنة بدرس بكلمكم بجد والأشكال دي أول مرة أشوفها يعني والله بجد مش عارف هل كلهم عندهم كونجنتال توكسوبلازموزيس؟ مينتال ريتارديشن يعني اقصد؟ ثلاثة بلط وثلاثة سمير في الكالشر وخمسة لونهم جري مصبوغين بالايرن هيماتوكسلين انت ميبا هيستوريتيكا تروفوزويد انت ميبا تروفوزويد ده اميبويد ان شيب السيست سيركولر انا اسهل السيست هيستوليتيكا ولا كولاي؟ انا اسهل كولاي كتير يعني النيوكلياي اكتر من اربعه اما لو لقيت النيوكلياي من واحد لاربعه فقط انت ميبا هيستوليتيكا سيست سهله جدا تيجي كل يوم في الامتحان انت ميبا هيستوليتيكا سيست الجياردية التروفوزويد بير شيت بومة طائر والسيست اوفل في هالة حواليها ويا اما تلاقي خط او نيوكليوي دي البروتوزوا بعد كده عندك ارثروبود حاجة ليها جناح عندك كم احتمال يا دبانة يا ناموسة يا حاجة زي الهاموشة يا دبانة يا ناموسة يا حاجة زي الهاموشة الأدلت ماسكا دوميستيكا بتاكلها كل يوم الهاوس فلاي دي واحدة سهلة ما جاتش ولا مرة في الامتحانات قبل كده أنا درست ل 9 مليون طالب أضل ماسكا دوميستيك عارف ليه؟ هو واحد كان بقشش انت ممكن تطمع فيها الاربع ناموسات اربع موسكيتوز ميل في ميل كيوليكس ميل في ميل انوفلس والاثنين في البوتموس الميل والفيميل سؤال تفرق الفليبوتمس من الموسكيتو ازاي؟ اولا نوع الميكروسكوب الصغيرة هتيجي على الكومباوند الفليبوتمس والموسكيتو هتيجي على الديسكتد طب لو في دكتور غلس وغير السلايد حط ده هنا وده هنا هنقدر نكلمه؟ ها؟ انت اتعورت خلاص. المفروض ده المفروض ان كانت تيجي لي هنا لا مش هسمع المفروض. لو لقيت كلاسبرز تنفع تبقى موسكيتو؟ كلاسبرز ينفع تبقى موسكيتو؟ وجود الكلاسبرز ده ميل في البوكس. طب لو الوينج سبوتد سبوتد وينج ينفع يبقى فليبوتومس ينفع يبقى كيوليكس وجود السبوتس دوت انوفلس هتفهم حاجة؟ يبقى انت لو عاوز تتلخبط يا ابني اتلخبط بين الفيميل فليبوتومس و
والكيوليكس. هنحاول نجيب لك الفليبوتمس جناحها طالع لفوق بربنديكولار على الجسم، ونجيب لك بطنها كده منتفخه ان شاء الله فيها بلاد ميل، وعينيها كبيره هتعجبك ان شاء الله. دول الادلت اللي ليهم ايه؟ وينج، يا اما ماسكه يا اما موسكيتو فليبوتمس زي الهاموش. زي طب من غير جناح احتمالاتك ايه؟ اسهل واحد من غير جناح اللي هو مين؟ الفري. ليه الفري؟ باي لاترال كومبريست. باي لاترال كومبريست يعني الليكس فين؟ الليكس فين؟ تحت. باقي كله الليكس على الجنبين. طب لو الليكس على الجنبين دورسو فنتري كومبريست، شوف ثلاث رجول ولا اربعه؟ لو 3 بيرز اوف ليكس البيتباك اسهل ولا البيديكولس اسهل؟ مين الفصوله كده وتبتسم؟ حبيبك وصاحبك من كتر حبك فيه بتحطه فين؟ فوق راسك، على راسك من فوق، اللي يسموه بيديكولس هيومانس هيومن. ده انت مميز يا اخي، ده الوحيد اللي ايه؟ بيرمننت اكتوبراسايت. طب ما تربطوش مع السيرس؟ السيرس جسمه ما يعجبكش، كومبريست مضغوط مش ممشوق، والليكس بتاعته اي نعم قويه لانه رايس قويه جدا فيري سترونج، بس الفيرست ليج تبقى ايه ديفلوبت؟ طب عندك لو فور بيرز اوف ليكس التكس، فور بيرز اوف ليكس هارد ولا سوفت؟ الهارد عندها بروترود الكابيتولوم، السوفت سوفت. الهارد هارد والسوفت سوفت، ما عندوش بروترود الكابيتولوم. السيركوبتس اللي بتعمل لك اشهر مرض جلدي في بلدك سكيبس، تبص على السلايد من بره تلاقي حاجه ليه ما تبانش بنيكد اي؟ ها؟ يعني انتو بارازايت مش اكتو، ده جوه الجلد ماشي على طنط جوه الجلد. ساركوبتس اسكيبيار ما تبانش بالنيكل اي، مايكروسكوبيكالي هتلاقي لونها ترانسلوسنت وعندها فور بيرز اوف ليكس. السايكلوبس شبه نسيب قرب خلاص، وهتلاقيها عامله زي البصل الاخضر. لو لقيت بطين يبقى مين؟ ها؟ في عندي ابسوربوت تاني؟ نبتدي بقى، تخيل الباب كله احنا خدناه قبل كده. عندك 4 اكس، هيجي لك واحدة منهم في الامتحان. أسهل بيضة في الأربعة مين؟ أسهل بيضة في الأربعة مين؟ ها؟ الأنوفلس ولا الكلوليكس؟ ولا الايدس ولا الماسكا؟ اسهلوا مين؟ هما خمسه؟ اسهل بدل في الخمسه مين؟ ايكو فلايس؟ ها؟ ايه دليلك ان الكيوريكس احسن واحد؟ الوحيد فعلا، الوحيده اللي في جروبس، فعلا الوحيده اللي في جروبس هي كيوريكس رافت، بس في اسهل منها. ها؟ فعلا البيضة اللي معاها شعراية ايكو فلايس اللي معاها شعراية، عشان كده كلكم والله تجيب لي فرشة تجيب لي مشط هتفرش، يعني هتفرش انا بقولها لك، لان الاكس بتتزحف سمخ في شعرك بس يبان بالصوت بالاخر ده. ها؟
الاستاد سهل جدا. بلاقي في سيكشن طالب عامله زحمه. كل عم يقول لك فين الايكوفلايز؟ فين؟ يا بابا تبصش تبص على راس صاحبك وانت مع بعض. يعني مش لازم ابص بالميكروسكوب يا محمد. بص على راس اللي جنبك ايكوفلايز. والشعر ممكن تبقى صفراء، ممكن تبقى حمراء، ممكن تبقى سوداء. التكنولوجيا اللي احنا فيها. بس في اسهل منها. اسهل من اليمين. ها؟ الماسكا. الماسكا موزة. ماسكا موزة. شايف سهلة ازاي؟ مش ماسكة موزة. ماسكا. اصل الشباب يقول لك ماسكة. ماسكة ايه يا بابا؟ الواد يقول لك موسكا. الموسك موسكة ايه؟ لا ماسكا موزة. والبنانة فتحة ولا غامقة؟ ها؟ فتحة في لون الليل؟ لونها لايت كلر مش دارك زي الكيونكس ولا الايدس ولا الانوفلس. سؤال افرق الانوفلس من الايدس ازاي؟ الانوفلس حواليها اير سيلز. اير سيلز خيال عوامات تمسك الفايل. لو ما لقيتش الاير سيلز سبندل شيب عامله زي الطوبه تيجي على السكند مايكروسكوب. ايوه ماسكا لارفا جدد مرات فقط في تاريخ الامتحانات كلها اللي هي تحت الفارس ديت كونيكال شيب تبقى شفافه عن كده لدرجه ان انت ما تاخدش بالك ان في حاجه على في سلايد اصلا. فوق في ثلاثة لارفي بتوع موسكيتو كيوليكس ايكس انوفلس. اسهلهم مين؟ اسهل لارفا في الثلاثة اللي فوق مين؟ الوحيدة اللي ما فيهاش سيفون ها هي مين؟ انوفلس ملهاش سيفون. نو سيفون نازلة حتة واحدة زي ما انت شايف مش بتفرقع من تحت. انوفلس مشكلتك نص الدفعة بتلخبط الكيوليكس مع الايدس لارفا. نص الدفعة. افرق الكيوليكس مع الايدس ازاي؟ في فرعين قدامك. فرع عليه شعر جيلز او هيرز والفرع التاني لا واطول سنة واسمه سيفون. يبقى لما يكون قدامك فرعين تبص الفرع الطويل ولا القصير؟ ها؟ أنا بسأل سؤال والله العظيم بسأل سؤال. بقول لك لما تلاقي فرعين قدامك تبص الفرع الطويل ولا القصير؟ حقك إنك تبص للفرع الطويل مش هلومك. بس لما تيجي تبص للفرع الطويل ما ترجعش في كلامك تاني وتقارنه مع مين؟ مع الصغير. لأن الهبل اللي قاعدين بيفكر بالريشيو اللي مكتوبة في الكتاب أو اللي إحنا بنقولها لكم في السكشن كلمة 4:1 في حالة الكيوليكس و2:1 في حالة الأيدس. كلهم بيفتكروا إن الريشيو دي بين الفرعين، فرع ده بالفرع ده. نو سألتك وأنت اخترت الفرع الطويل اللي اسمه سايفون. بص على السايفون خليك مع الطويل. 4:1 يعني ايه؟ اللينس للويدس. طول السايفون بالنسبه لعرضه هو شخصيا اللينس للويدس. لو طوله قد عرضه 4 مرات يبقى كيوليكس. لو طوله قد عرضه مرتين يبقى ايكس. حته لونج قبل النارو وشورت قبل البرود ده حاجه نسبيه. هو لينس للويدس. عشان كده بقول لك من ضمن السلايد نصهم بيتلخبط فيها في الامتحان لارفا اوف كيوليكس اند ايدس. وصلت؟ ناخد بقى البوسيلوس باراكيتس. ثلاثة بوسيلوس باراكيتس اسهلهم الماسكا.
يبقى دي دي شيت. في حاجه ثانيه يا دكتور، السلتس اللي جوه بتبقى سيلوس. سيلوس يعني تورشيس، يعني زجزاج عامله زي الدور. السلتس اللي جوه عشان ما تلخبطهاش مع الباقيين. مسقط سيلوس باراكل هديه في الامتحان. مشكلتك نص الضفه برضه بتلخبط الكاليفورايني مع السركوفاجايني. الكاليفورايني مع السركوفاجايني بتلخبطوا ليه؟ الاثنين بير شيت والاثنين السلتس اللي جواهم ستريت، عشان كده بتلخبطوا. طب افرق بينهم ازاي؟ الكاليفورايني بالسي تبقى كلوزد بالسي، كلوز السي مع السي كلها مقفوله بس في بطن زرار او زرار الدكتوره ايناس بتشاور عليه، بطن زرار دي كلوز. كاليفورنيا بالسي كراودد بالسي، اللي جوه كراودد، شايفين الاساس اللي جوه مزنقين في بعضهم كراودد، يبقى السي مع السي. اما السارفوفاجايني بالاس واللي جوه سيباريتد بالاس، الاستس مش ملتقيين في بعضهم، مش كراودد، لا سيباريتد، الاس مع الاس، وهتلاقيها نو باتون يعني مفتوحه مش مقفوله زي الكاليفورايني. فعلا طلبه كتير بيتلخبطوا بين الكاليفورايني والسارفوفاجايني، قلت لك تفرق بينهم ازاي. الصاد اللي قبليه طلبة كتيرة بتفرق اللارفا بتاع الكيوليكس مع اللارفا بتاع الايدس، قلت لك بص للسايفون شوف الراشيو 4 to 1 ولا 2 to 1. البيوبا، البيوبا الشرنقة زي الجمبرياية شريب لايك كيف الاسوركس وابدومن موسكيتو بيوبا بارد ماسكا بيوبا. انا مش ناسي مش ناسي امتحان كنت واقف براقب عليهم بالظبط بالظبط من حوالي 260 سنه بالظبط، يعني 260 سنه بالظبط يعني، والله العظيم الطالب جه على ماسكا بيوبا وكتب لي ايك اوف فاشيولا. قول لي يا ابني ايه الفاشولا دي؟ يقول لي ده اكبر بيضه في المنهج. ده انت قلت لنا الفاشولا فاشولا. هو في بيضه يا ابني بتبان بالنيك الاي؟ هي في بيضه تيجي عند السكتنج مايكروسكوب؟ هي بيضه نعامه؟ هو انت اللي بتبيض؟ بيضه ايه يا بابا؟ كل الاكس لازم تيجي على الكومباوند. كل الاكس ما تبانش بالنيك الاي. لكن دي شرنقه الكيوبا بتاع الماسكه ده هيطلع منها حمار، هيطلع منها ادلت ماسكه. ايه اللي بتتكلم عليه؟ انت بنتي يعني احنا جعانين جاب لنا كده. احنا خلصنا السلايدز، حصل ولا ما حصلش؟ ولا كنا ناسي حاجه؟ ها؟ كده احنا خلصنا 13 سبيسمن من 15، من 12 ل 13 يتبقى لك جارز وبوكس. البوكس العلبه دي ممكن يبقى فيها سنيل، كم سنيل يا ابني عندك؟ كم سنيل؟ ها؟ اربعه. بص فيهم كويس. اسهلهم مين؟ ها؟ نعم؟ ايه اللي عجبك في البارينيلا مونيكا؟ عجبك ان هي طويله، وايه كمان؟ ها؟ وايه كمان؟ حط ايدك عليهم كلهم كده. الوحيدة اللي عليها تشوفر كيلز هي مين؟ يبقى ايه اللي عاجبك في البارينيلا؟
لونج سباير دفات كتير والخشن اللي فيهم اللي بيخربش اللي فيهم بقى كله ناعمين. ده اللي عجبك في الايه؟ انا ما يعجبنيش الفانيلا بصراحه. اللي عجبني ها؟ بايوفيلاريا. ده اللي عجبك يا محمد في البايوفيلاريا الكسندرينا الوحيده فيهم اللي كلهم ليهم فيرتكس، كلهم ليهم ارتفاع، ليهم طول، الوحيده اللي ها؟ بطن، بطن لايك زي الزرار ملهاش ارتفاع. يبقى فعلا في اثنين هديه في الامتحان. لو جاتك البارنيلا كونيكا او البانفلاريا الكسندرينا هديه. مشكلتك مع الاثنين التانيين ولا مشكله ولا حاجه. هي جايه لك جاهزه يعني. الايبكس فوق والبيس تحت هي جايه لك محطوطه صح. شوف الفتحه بتاعتها على ايدك الشمال انت على ايدك الشمال ولا على ايدك اليمين؟ لو حطيت خط كده بالطول لو على ايدك لو لقيتها على ايدك الشمال تبقى مين؟ ايدك الشمال. بولينس ترانكيتس سنيل. بولينس ترانكيتس سنيل. لو جت الفتحة على ايدك اليمين يبقى مين؟ لينيا كيوتي سنيل. كيوتي ال ال سايد. لينيا كيوتي سنيل. بص للاوبننج شوف ليفت ولا رايت. بص للايبكس ده فرق تاني. الايبكس لو بلانت بلانت ما يعورش ده بولينس. اما لو شارب يبقى لينيا. لينيا كيودي سنين. مش لازم انترميديت بوست وكذا. لا مش لازم. في فرق ثالث يا دكتور؟ في حاجه اسمها امبليكس بريزنت ولا ابسنت. في حاجه رابعه؟ شوف الاوبننج كبيره ولا صغيره. في حاجه خامسه؟ شوفها فراجايل ولا لا؟ كان في شافه زمان تمسكها له لو لقيتها عامله زي قشره البيضه فرقعت منك كسرت كده تقول له ده كانت ده كانت لينيا. الله يرحمها كانت لينيا خلاص. اما البولنس تبقى سترونج انت ما تبقاش مبالغ ليفت ولا رايت تقدر تفرق بولنس من لينيا كيوتي. اي سنين من دول يجي لك في الامتحان درجتين في جيبك هدية. عايزين بقى حبة تبان. كام فلاي؟ أربعة. أسألهم مين؟ أسألهم مين؟ أقول لك أساميهم الأول. أضلت ماسكار دومستيكا فلاي اللي هي الهاوس فلاي اللي أنت بتاكلها كل يوم. دي واحدة. الثانية اسمها أضلت لوسيليا. لوسيليا دي لونها أخضر green in color أخضر ميتاليك. الثالثة دبانة كبيرة وبطنها زي الشطرنج chest board abdomen اسمها ساركوفاجا أو ساركوفاجا. الرابعة والأخيرة اسمها أضلت وول فارشيا أو وول فارشيا ودي بطنها سبوتد بطنها منقطع. اسهل واحده في الاربعه مين؟ كلهم لونهم جراي اكسبت اللوسيليا ميتاليك جرين ان كلر. اسهل واحده في الاربعه اللوسيليا عضل لوسيليا فلاي. بس في واحده كده بتوصلها بتشدك كده معاك ليل نهار يا اما على وشك يا اما على الاكل مش هتسيبك. ها؟ The commonest arthropoda in Egypt is اقذر مخلوق على وجه الكره الارضيه في بلدك ماسكا دومستيكا فلاي الهاوس فلاي سبب كل مصيبه.
في المايكرو في البارة تقول لي فيكو اورال ترانسميشن، تقول لي انجيشن اوف كونتامينيتد فود عن طريق الماسكا دوميستيكا، اكثر مخلوق على وجه الكره الارضيه. لو جبناها لك هو العلم هتعرفها ولا مش هتعرفها؟ واحد بيلخبطها مع الاثنين الجريد التانيين. كبار كبار. ساعات تبقى قاعد في البيت بتاعك ها؟ الدبان حواليك لما احنا متفقين على وشك وعلى الاكل وحواليك مفيش مشكله خالص. لكن ساعات تلاقي واحده كبيره داخله تزن. داخله تزن. ما تقول لك امهم جت ايه؟ امهم جت ايه؟ فرحان. ولا امهم ولا تعرفهم يا بابا ولا ما تعرفهمش. دي نوع تاني خالص الساركوفيجا والفارشيا دول فليش فلايز كبار هم طالعين كبار بيطلعوا من البيوبا بفيكسد سايز طالعين كبار الماسكه اللي عندك في البيت دي صغيره ولا كبيره؟ اقعد اكلها من هنا للسنه الجايه برضه زي ما هي مش هتكبر هي كده طالعه من البيوبا كده يا ابني الصغير هيفضل طول عمره صغير واطلب على الكبير كبير اما الصغير طول عمره صغير مشكلتك في الامتحان تفرق السرقافجة من البروفارشيا ازاي؟ واحد يقول لك دي شطران ودي بطنها منقطع الدكتورة ايناس جايب لك السرقافجة ومعاها الوزيرة هو والفيل والعسكر شايفينهم؟ اه يعني هيكونوا على بطنها كده موجودين يعني ما انت كنت كاتب على طول سرقافجة باور يا دكتور لا مرضى ايوه ايوه خليها دي معايا الفلوسكشن صح كده وحش الفلوس ايش حتى فيها جمال تاتو صعبة تفرق السرطوفيجا من الفارشيا ازاي؟ نصهم هيتلخبط بينهم، نصهم. يا شطرنج بقى قاعد شطرنج زي ما شايف كده؟ لا امسك البوكس كده في النور هتلاقي الغامق يبقى فاتح والفاتح يبقى غامق. معايا؟ متعرضه للضوء كده بيتغير الضوء اما السبوتد السبوتس مهما عملت هي سبوتد هي مكان ثابت ما بيتغيرش. اربعه فلايز هديه انا من رايي هيجي لك في الامتحان بوكس والبوكس دوت عليه درجتين هديه. بس في دكتور في الامتحان بتاعه ممكن ما يجيبلكش بوكس يجيب لك جرايد. اه هي انا بعملها تمام. لأن الجار تكسير. بص بقى الجارات يا إما البارازايت جوه الفورمالين في الجار بس يا إما البارازايت جوه التيشو في الجار. يبقى في الامتحان لو جالك جار شوف البارازايت الون ولا انتشن. هنا ماله يا جماعه؟ البارازايت لوحده جوه الفورمالين اهو مش كده؟ الفشوله هامله عبيطه هديه جايجانتيكا وهيباتيكا زي ما قلناهم في السلايد اهو أجمع على السلايد أكثر من نص ولا أقل من تلت. لو لقيت تعبان في الامتحان تعبان لو تعبان لوحده يبقى ميل ولا فيميل؟ لو كتير مش هنحدد كتير أهو ميل أند فيميل أسكاليس لابريكاليس مع
او اسكان سوارز خلاص. لكن لو تعبان لوحده لازم تقول لي سكس. لو تعبان لوحده يبقى ميل ولا فيميل؟ ها؟ هو الفيميل تعبان؟ ولا الميل اللي تعبان؟ لوحده ميل ولا فيميل؟ لا يا ماما، تشبيه ايه؟ لا، الميل ممكن يبقى تعبان، لكن عمره ما كان تعبان. يبقى لو كانت وحدها يبقى في ميل اسكانس امبريكويتس. ماشي؟ لما تيجي في السيجمنتس كتير، تينيا عضلة التينيا فلات وسيجمنتد، ما بحددش ساجيناتا ولا سوليا، تينيا وخلاص. خشبة متثبت فيها جارين، ما ينفعش تشيل جار منهم، هما متثبتين جوه الخشبة، هو المنظر كده. انكلوستوما ميل اند فيميل، مين فيهم الميل ومين فيهم الفيميل؟ بص، هي الخشبة فيها جارين ميل اند فيميل انكلوستوما، خلاص. كورة لونها ترانسلوسنت اسمها هايداتد سيست، سوليتري هايداتد سيست، وحدها زي ما انت شايف. انا مش شايف الترايكوريس، ترايكورا فين؟ ده ثانية جوه الحس الكبد ده. ندخل بقى في التيشوز. تيشو يا ترى ده ليفر ولا لم ولا هارت ولا انتستين، واخر واحد سكين. سؤال، تقدر تفرق الليفر من اللم؟ يعني انا اقدر اشوف لو لقيت تيشو كده اقدر اقول ده ليفر او لم؟ ها؟ الليفر هتلاقي التيشو ليفر لونه بني او اصفر، صح؟ ولا انا غلطان؟ بني او اصفر. وهتلاقي بورتال فينز او بايل كانيولكيولار، ده ليفر، صح ولا صح؟ بص بعينك لو لقيت ادلت فاشيوله طالعه من بايل باكت يبقى دي فشيولة في الليفر. لو ما لقيتش الفشيولة طالعة قدامك ممكن بالاكسكلوجن تبقى هايداتد سيست في الليفر. وصلت ولا ما وصلتش؟ ما وصلتش؟ التكرار طبعا يعلم الشطار. يبقى الليفر عندي احتمالين، لو ما كانش فشيولة يبقى هايداتد زفت. الفشيولة طالعة قدامك اهي من البايل داكت، لو ما لقيتهاش تبقى هايداتد. طب الهايداتد ديت فين الهايداتد؟ عندك برضه احتمالين، الهايداتد في الليفر ديت عندك احتمالين، يا ترى سوليتري ولا كتير؟ مرضو سوليتري باينة اهي، ساكن شاور عليها. لو كتير وقعوا من الليفر وسايبين كافيتيز مكانها، فحر وحفر زي ما انت شايف. وصلت ولا ما وصلتش؟ ليفر تيشو لونه بني او اصفر، بايل دارت بورتال فين، عرفت ده ليفر. عندي كام احتمال في الليفر؟ يا اما فشيوله يا اما هايداتد سيست. الفشيوله طالعه قدامك اهي وسام شاور عليها، ما لقيتش الفشيوله بالاكسكلوجن دي هايداتد سيست. عندك كام احتمال؟ اثنين، واحده او كتير، وقدامك اهو سهلين.
اللانك التيشو لونه ايه؟ لانك لونه ايه؟ بينك. لانك لونه بينك. شنطة بتاع الباراديلا كونيكا لونه بينك. ها؟ متضفر ولا من غير ضفاير؟ اللانك لونه ايه يا شباب؟ اسود. ده قلبك اللي اسود. اللانج بتاع التيشو لونه جراي عشان الانثراكوزيس. انت في جمهوريه مصر العربيه عمال في الشارع والعربيات والعقار والدخنه، لو خدت القلب اللانج بتاع البنت ديت يبقى اختلاط كده لونه جراي. تيشو لونه جراي ده لانج، هو هيدات زفت مفيش غيره. بس يا ترى واحدة ولا كتير؟ ما هو يا بابا اهو ممكن تبقى مالتيبل اهو ممكن تبقى سوليتري واحدة بس احنا بنشاور عليها. يبقى تيشو لونه جري ده لانج هيبقى فيه هيداتيس سيست ممكن تبقى واحدة أو كتير. القلب بقى هارت ماسلز وفيها سيستي سيركس. والله العظيم الكلام الجميل ده، بس سيركس موفيس ولا سكليروزي؟ موفيس. ها؟ طب مش اكتب المفروض ان ده سيستي سيركس موفيس. سيستي سيركس موفيس ان هارت. هارت بتاع كاتل ولا بتاع بيج؟ ها؟ موفيس. وفاريت يعني كاتل. ماشي. يبقى لو لقيت حته قلب قدامك كده وانت مغمض سيست سيركس بوبس ان هارت او كاردياك مسلز. انتستن هتتشغت كده. يا ترى سمول ولا لارج انتستن؟ السمول انتستن هتلاقي الانكلوسترا طالعه خطوط صغيره طالعه اهيت ماسكه في الفيلاي وماسكه في الشمال انتستين دي انتلاستوما. الترايكوري سهله جدا، لو بصيت من ظهر الجار هتلاقي في ازازه لونها ازرق مثبتين بيها الانتستين عشان ما تقعش. مثبت على فيكسيشن السيكم عشان ما يقعش، هتلاقي في خيوط كتيره قوي اللي هي ترايكوريس ترايكورا السيكم. يبقى حته شغله صغيره كده جوه الجار ممكن تبقى سمول انتستين فيها بلاستما او لارج انتستين فيها ترايكوريس ترايكورا. اخر جوار بيجي كتير قوي في الامتحانات حته جلد تخينه جدا فيها اليفانتيزس. حته جلد عامله زي جلد الفيل اليفانتيزس سكين. هما دول الجوار اللي عندنا، في غيرهم؟ نتفرج بقى على حاجات جوه المعهد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ربنا معاكم.